بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب صفراء عمدان الخلاص الصالحين رابع ابتدائي، معك أستاذ مصطفى، درس علوم اليوم عن الحركة. درسنا عن القوة والحركة، هنبدأ بالحركة. إيه هي الحركة؟ الحركة هي تغير الموضوع. أنا هنا اتحركت كده بسميها حركة. إذا التغير في الموقع، هذا موقع ألف، مشيت مسافة معينة متر مترين، صرت في موقع باء، إذا هنا بسمي هذه حركة. يبقى الحركة تغيير الموقع، غيرت موقع من إلى. أقيس المسافة بين موقع وموقع بحاجة اسمها المتر أو الكيلومتر. يعني أنا مشيت بالسيارة، كنت عند البيت، رحت المدرسة، إذا هنا عملت حركة. الحركة دي كام؟ 5 كيلومتر أو 5000 متر، لأن الكيلو 1000. يبقى دي حركة. موقع، معنى كلمة موقع يعني مكان، انتقل الموقع إلى مكان آخر، إذا تحرك مسافة معينة، غير موقعه، لذلك تحرك أو سوى حركة. مسافة معينة، يبقى المسافة دي بالمتر. طيب، ده الموقع والحركة والمسافة. يبقى يهمني كلمة المسافة، يقيس المسافة هي تحريك أو تغيير الموقع من مكان إلى مكان. بقول مسافة بالمتر. تحرك مسافة كم؟ 10 متر، كيلو، 5 كيلو. إذا هنا في مسافة نتيجة حركة من موقع إلى موقع. عندي حاجة تانية اسمها السرعة. هنا السرعة بلاقي أعداد السيارة كيلو متر على هوا، يعني كيلو متر على ساعة. هنعرف يعني إيه الكلام ده؟ هنرجع له. يبقى إذا غيرت مسافة في زمن معين، يعني انا مشيت كام؟ 100 كيلو. ال 100 كيلو دول مشيتهم في كام؟ في ساعه، في ساعتين، في ثلاث ساعات، في 10 دقائق، انا مش عارف. اذا لما اجي اقول اتحركت او غيرت الموقع من مكان لمكان مسافه معينه، لابد ان اقيس هذه المسافه في زمن كام؟ وبالتالي دي بتبقى اسمها السرعه. يبقى تغير المسافه خلال زمن بسميها سرعه، وبالتالي تجد في أول أنا ماشي 70 كيلو، ما ينفعش 70 كيلو، ماشي 70 كيلو في كام؟ في ساعة. إذا سرعتي 70 كيلو في الساعة، لذلك أرجع تاني للعداد، ألاقي على عداد السيارة 80، 100، 120 كيلو متر على الساعة، اتش يعني هوا، كم يعني كيلو متر. إذا مسافة على زمن، إذا لما أقيس المسافة وأقسمها على الزمن أحصل على ما يسمى بالسرعة، والسرعة المسافة واخدتها متر، الزمن واخدته ثانية، إذا السرعة متر تقسيم ثانية، أو كيلو متر تقسيم ثانية، لكن لازم أفرق إن السرعة في سرعة فقط، وفي سرعة تسمى سرعة متجهة، يعني أنا رحت مثلا مشيت بسرعة 100، مشيت في أي اتجاه، شرق ولا غرب ولا جنوب، يبقى لابد من حاجة اسمها السرعة، اسمها سرعة متجهة. يعني في اتجاه اي شرق غرب احدد اتجاهها بزاويه معينه. عندي حاجه اسمها القوه. يبقى اتكلمنا عن الحركه، واتكلمنا عن ان السرعه بتساوي كيلو متر على الساعه او كيلو متر على الثانيه. اللي بيحرك السياره، ايش اللي بيحرك السياره؟ محرك الموتور. إذا الموتور ده بيعطي كذا سكن، إيه اللي حركها؟ قوة دفعت السيارة. لما نلعب لعبة الحبل نشد نسحب، إذا دي قوة. فالقوة عملية دفع وسحب، يعني جسم كده أهو دفعته كده واتحرك، يبقى قوة يد دي حركته مسافة، بتسمي دي دفع. طب شديته يبقى دي سحب. فالقوة حاجة من الاثنين، تكون قوة دفع أو سحب، ده مفهوم القوة. والقوة هي اللي تسبب حركة الأجسام وتغير سرعتها واتجاهها. السيارة تروح يمين، السيارة تروح شمال، ها؟ بوجه السيارة والقوة تدفعها في اتجاه معين. يبقى اتكلمنا عن المسافة، السرعة، القوة. عندي حاجة اسمها التسارع، تغير الحركة. يعني أنا بتغير، السيارة بتمشي، كل ثانية بتزيد كم متر؟
كل دقيقة تزيد كم كيلو؟ بتزيد كيلو؟ بتزيد كيلو يعني السرعة 20 صارت 25، بعد شوية صارت 30 35 40، كل ما تعز بنزين تزيد. الزيادة دي بسميها تسارع، الخمسة مش السرعة بقى، السرعة أنا وصلت السرعة 100 يبقى دي اسمها سرعة، لكن التسارع كام؟ 5 أو 10، كنت بزيد كل شوية 5 أو 10 أيا كان الشوية دول، ثانية، دقيقة، ساعة. يبقى إذا ده بسميه تسارع، فرق بين التسارع والسرعة. السرعة يعني أنا كام ماشي على كام بالسيارة، التسارع لا، التسارع بزيد كل ثانية كام؟ كام متر؟ كام كيلو؟ أو كل ساعة بزود السرعة كام كل شوية؟ كنت واقف في إشارة زدت، يبقى ده التسارع. عندي برضه حاجة اسمها القصور الذاتي، إن الجسم يقاوم أي قوة تأثر عليه، يعني لو ساكن وعايز أحركه ما يتحرك بسهولة، لازم أدفع بقوة، لو متحرك صعب أوقفه، لازم ياخد مسافة على ما أوقفه. يعني أنا مثلا لو جبت مثلا عملة وجبت ورقة الهوب، العملة دي ساكنة، هسحب الورقة كده، هسحب الورقة ألاقي تسقط في مكانها، ما تمشي مع الورقة، ده بسميه قصور ذاتي، يعني جسمي يقاوم الحركة إذا كان ساكن، ويقاوم السكون إذا كان متحرك، ده بسميه القصور الذاتي للجسم، يستمر في الحركة، مش ممكن سيارة شاحنة أوقفها حالا، لا، تظل كتلتها كبيرة مندفعة فترة حتى لو فرمل، لو دعس فرامل، يبقى دي بسميها القصور الذاتي. يبقى دي عدة مفاهيم عرفناها، اللي هي المسافة والسرعة والتسارع والقوة والقصور الذاتي، وعندي حاجة اسمها الجاذبية. تفاحة سقطت على الأرض، ليه ما طارت في السماء؟ عشان الجاذبية. يبقى في قوة أيضا اسمها الجاذبية تسحب الأجسام إلى أسفل. الجاذبية بين الأرض والقمر، القمر بيدور ليه حول الأرض، الأقمار الصناعية في قوة جذب معينة بتخليه يظل على مسافة معينة، كل ما تنقص المسافة يزيد قوة الجذب، كل ما يكبر الجسم تزيد قوة الجذب، يبقى في قوة أيضا اسمها قوة الجاذبية. دي أنواع يا شباب من القوة. في قوة أيضا اسمها قوة الاحتكاك. الاحتكاك قوة عكس اتجاه الحركة. لما ادفع جسمي كده بعد شويه اوقف. ليه؟ الاحتكاك حسب نوع الجسم. لو في زيت الاقيه انزلق. اذا الاحتكاك قوه عكس تعيد حركه الاجسام. عندي واجب صفحه 89 يا ابطال، وبكده يبقى خلصنا الدرس اليوم عن القوه والحركه، والدرس القادم تحضروه اللي هو تغير الحركه. صفحة 94 يعني تحضروه عشان يكون في سهولة للفهم، وبكده نكون هنا درسنا اليوم، ونلقاكم على خير حبيبي.